أهلا بكم مشاهدينا من جديد. فن الكاريكاتير من الفنون التشكيلية المحببة لقلوب الناس وعقولهم، ليس فقط لأنه يضحكهم ويخفف عنهم، لكن هم يجدون فيه ما لا يجدونه على الواقع، وأيضا لجرأته في التعبير عنهم وعن قضاياهم وهمومهم، ويحاكي ما يخفونه في صدورهم. وربما أنه حين يسدد فوهته على الأخطاء ليصلحها يدغدغ أحلامهم في حياة أفضل. ففي خطوط البسيطة وألوان العميقة يمتلك فن الكاريكاتير هذه القدرة الساحرة على السخرية وعلى ممارسة النقد ببلاغة عالية، بل يمكن القول إنه البلاغة إلى أقصاها. كلمة كاريكاتير مشتقة من الكلمة الإيطالية كاريكير، والتي تعني المبالغة أو يبالغ، حيث يعتمد فنان الكاريكاتير في رسوماته على تحريف الملامح الطبيعية للشخص أو الاستعاضة عن الملامح بأشكال حيوانات أو طيور أو ما شابه. والكاريكاتير فن ساخر من فنون الرسم، وهو صورة مبالغة هدفها إظهار تحريف مقصود في ملامح طبيعية أو خصائص ومميزات شخص أو جسم معين، بغية السخرية أو النقد الاجتماعي إلى ذلك. وعلى مقولة الصورة أبلغ من الكلام، فإن فن الكاريكاتير له القدرة على النقد بما يفوق المقالات والتقارير الصحفية أحيانا. استقى فنان الكاريكاتير أصول هذا الفن من خلال عدة مدارس رسخت المبادئ الأساسية لهذا الفن، ولكل منها اتجاهها على هذا الصعيد. فالمدرسة الأوروبية الشرقية اعتمدت على الرسم فقط، بينما كانت المدرسة الأوروبية الغربية تعتمد على الرسم التخطيطي البسيط مع تعليق مصاحب له على شكل نكتة أو حوار ضاحك. أما المدرسة الأمريكية فقد امتازت بالجمع بين المدرستين الأوروبيتين، حيث انصب اهتمامها على إعطاء الرسم الكاريكاتيري مضامين ودلالات تتضح أكثر بالحوار. في الأردن بدأ فن الكاريكاتير مع عدد من الفنانين، منهم رباح صغير وجلال الرفاعي وسميح حسني، وشكل ثلاثتهم ملامح هذا الفن في الأردن لعقد كامل تقريبا. منذ فترة التسعينات حتى اليوم برز العديد من الرسامين في الأردن وقاموا بخلق حركة جديدة عبر رسوم تعبر عن صوت المواطن الأردني وهمومه. نبدأ بعماد حجاج. عرف عماد منذ أواخر التسعينات برسوماته التي تعبر عن المواطن بهمومه وأفراحه ورغباته، فعبر عن المشاكل الاجتماعية والمنعطفات السياسية بطريقة السهل الممتنع، فلم تمنعه البساطة في الطرح من الاهتمام بأدق تفاصيل الرسم ليصبح أيقونة لها ثقلها من بين رسامي الكاريكاتير الأردنيين والعرب، بشخصية أبو محجوب التي أحبها الجميع، فقدم من خلالها أفكاره التي وضعته أحيانا في بعض المآزق. رسامنا الآخر عمر عدنان العبدالله. عرف عمر بأسلوب فريد من نوعه، حيث جمع بين الفن والقضايا السياسية والاجتماعية، وذلك باستخدام مهاراته في التعبير عن الآراء والمعتقدات بطريقة أقرب للواقع وأكثر إثارة للاهتمام، من أجل فتح حوار حول مواضيع جوهرية مهمة بطريقة مبتكرة. عماد حجاج وعمر عدنان العبدالله، وتفاصيل أكثر عند شاهد ولانا. إليكم شاهد ولانا. شكرا بلال، شكرا على التفاصيل المهمة. ومع بعض رح نرحب بضيفينا. الضيف الأول فنان عماد الحجاج، أهلا وسهلا فيك حضرتك، رئيس رابطة رسامي الكاريكاتير الأردنيين، وعمر العبد الله نائب رئيس الرابطة، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. وبلال يعني أتحفنا بكل المعلومات والتفاصيل عن حضرتكم. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا في استديوهاتنا يوم جديد. اليوم رح نتحدث عن مهرجان هام جدا سيقام يوم غد في المركز الثقافي الملكي، مهرجان الكاريكاتير الأردني. وسعداء جدا أنه رح نتحدث عن هذا المهرجان بكل تفاصيله، لأنه عم بيتخلله العديد من الفعاليات والمعرض الجماعي وتكريم لعدد من رواد الكاريكاتير. بداية يعني بحب أسألك أستاذ عماد عن هذا المهرجان تحديدا، وهل هو يقام للمرة الأولى في الأردن؟ بداية بصبح عليكم وبصبح على المشاهدين، شكرا على الاستضافة وشكرا على التقديم الحلو. أهلا وسهلا. الكاريكاتير فعلا التقديم وافي، هو يعني كتجمع أو نشاط إنا كرابطة ليس الأول، لكن إحنا يعني جمعنا حالنا كرسامين كاريكاتير. بكرة إن شاء الله تحت سقف واحد الجمهور رح يشوفوا كل رسامين الأردن على اختلاف يعني أنواعهم وأساليبهم ومشاربهم عم بيعرضوا رسوماتهم في مكان واحد. وزي ما ذكرتي حضرتك يعني إحنا حاولنا واجتهدنا بالرابطة بإمكاناتنا المتواضعة والبسيطة إنه نقدم أفضل ما عنا. رح يكون في معرض جماعي
على موضوعة حقوق الطفل، وهي موضوعة مشتركة يعني معظم الزملاء الرسامين الساخرين رسموا فيها وشفناها، يعني موضوع جامع للكل، تكون موضوع رئيس المهرجان. راح يتبع المعرض الجماعي ندوة راح يشارك فيها يعني بعض رسامين كاريكاتير بعنوان الكاريكاتير ما بين الواقع والطموحات. بنحكي عن همومنا كرسامين كاريكاتير أو هموم هذا الفن، بتعرف في ضوء الأزمة اللي بتعيشها الصحافة المقروءة مزبوط. وتغيرات الإعلام، فالكاريكاتير عم بتفاعل مع هذا الإشي طبعاً طبعاً. وفي كتير إشي ينحكى من الرسامين بهاي الندوة، إن شاء الله أنها تكون يعني ملبية لاهتمام كتير ناس أو من محبي الكاريكاتير. وطبعا وأخيرا وليس آخرا هو تكريم روادنا أو شيباتنا زي ما بيحكوا، الناس اللي بدأوا اللي لولا يعني مساهماتهم وبداياتهم يمكن إحنا كرسامين ما قدرنا نكمل ونبني. الفنان رباح صغير يمكن أول فنان أردني رسم الكاريكاتير بالصحافة الأردنية المقروءة، أول رسم له طبعا نزلت في أواسط الخمسينات في صحيفة الميثاق، وهو بلش هالمسيرة وبلش وأسس لنا يعني كأجيال هالفن العظيم، وصرنا نفتخر بالأردن إنه عندنا تراث بالكاريكاتير. والرائد الثاني هو فنان جلال الرفاعي، واللي هو طبعا بلا شك يعني من نجوم الكاريكاتير ومؤسسين له خاصة بمرحلة السبعينات، وكثير ناس بتذكروا بمساهماته بالصحف المحلية بهذاك الوقت. الاسم اللي ذكره طبعا المعد يعني أنا طبعا معه الفنان سميح حسني، هو طبعا أكيد من يعني من رواد الكاريكاتير ومع أسماء يعني أخرى، لكن إحنا اجتهدنا في الرابطة شفنا أقدم ويعني أكبر تجارب فنية هي بالأستاذ رباح الصغير والأستاذ جلال الرفاعي، وحبينا نكرمهم. حديثنا سيطول عن فعاليات المهرجان الذي سيقام يوم غد. يعني هلا سيد عمر العبد الله رح يكون الحديث معك، ومش بس تحكي لنا عن المهرجان، هل في فئه معينه استهدفتوها بهذا المهرجان بالذات ولا هو مفتوح لكل الاعمار؟ هذا هو هاي هي جماليه فن الكاريكاتير، لا يستهدف عمر انه هو يعني من اول انسان ممكن باي مرحله سواء كان طفل أو حتى يصير بمراحل متأخرة كبير يعني بإمكانه يفهم هذا العمل، لأنه هو يختصر مئات أو آلاف الكلمات في رسم معين. فهون بيجي لكل فئات المجتمع، حتى لكل فئات المجتمع أيضا، ليس لفئة معينة كذلك. عم بتشاهدوا أو عم بتصادفوا عن جد أطفال موهوبين وعم تدعموهم بهاي الموهبة؟ بكل تأكيد، بالعكس يعني أساس الفن هو الطفل. يعني إذا أنت حابب تحافظ على الفن اللي عندك حتى ككبير يجب أن تحافظ على الطفل في داخلك بالتعبير يعني. نعم. ففي من سن يبدأ من سن نحكي 5 سنوات 7 سنوات بإمكانك تلاقي. أنا شخصيا شفت أطفال على سن 12 سنة خفت منهم قد ما هم شاطرين ما شاء الله، يعني بدي أقول له ما شاء الله بدي أقول له ما شاء الله عليك، بس هو يعني خلال 5 سنوات هو بدي يقول لي ما شاء الله عليك أنت يا عمر. بتحاولوا تستقطبوهم أستاذ عماد بمناسبة الأعمار الصغيرة، هل تستقطبوهم ولا إنه يعني هم بدوروا عليكم وبلاقوكم، ولا بتعملوا هاي المهرجانات والفعاليات عشان تشوفوا إذا في فئات جديدة ممكن تضيفوها؟ نعم، أنا بدي أحكي شغلة بس على زميلنا عمر، هو من قلة قليلة من زملائنا الرسامين الكاريكاتير اللي فعلا بيعطوا من وقتهم وجهدهم لنقل موهبة الكاريكاتير والرسم للأطفال. وهي الأشياء الحلوة يعني أو اللي فعلا بنكبرها بزميلنا عمر، إنه يعني جزء من موهبته ووقته مكرسه لنقل موهبة الرسم للأطفال. والحديث عن الكاريكاتير والأطفال يعني بحكي لك يعني كتجربتي ومثلي يعني كل زملائي الرسامين، الكاريكاتير يعني باي ديفولت زي ما بيحكوا باي نيتشر بحبوا رسمات الكاريكاتير. حتى أنا بتذكر لما يعني الناس قبل الإنترنت والفيسبوك كان الناس يشوفوا رسمات الكاريكاتير بالجريدة، كان نص جمهوري أطفال، ما كانوش يعرفوا كل إشي برسمات أبو محجوب أو كذا، لكن كانوا بيحبوه وكانوا بيتابعوه. ملفت للنظر والألوان والأشكال طبعا. طبيعة المعرض يعني النشاطات تاعتنا معارض رسامين كاريكاتير وكذا، بتلاقي النسبة يعني أكثر من نص الجمهور أحيانا بيكون أطفال. صح، طبيعة لقرب هذا الفن منهم. الرسم لغة بسيطة وحلوة وإنسانية، يمكن أحيانا الإنسان ما فيش داعي يقرأ أو يكتب حتى يأخذ الرسالة منها، ومادة حلوة بتفعل على الابتسام، يعني رسالة سامية. الواحد يصبح الصبح عدم مؤاخذة بيشوف الأخبار كلها قتل وأشياء بشعة وقبح وفساد وكذا، بتلاقي مساحة حلوة.
ارتكير ما بتغير شيء كثير بواقعنا، لكن بتخلي الواحد يبتسم ويضحك على همومه زي ما بحكي. يعني فن الكاريكاتير خلينا نقول من اساليب التعبير الرائعه جدا عن حال المجتمع بشكل عام، هو بيربط بين الخيال والواقع وبنقدر نقول هو لغه عالميه. صح. ففنان عمر، حابه اسالك عن المعرض اللي راح يقام في المهرجان الكاريكاتير الاردني، هذا المعرض على ايش بيشمل؟ اعمال الفنانين؟ هو معرض جماعي على حسب ما فهمت، تشرح لي اكثر عن هالمعرض. بدايه احنا يعني حابين نذكر الناس بانه الكاريكاتير رساله طبعا، يعني الادوات هي ادوات لايصال رساله، واعظم رساله ممكن نقدمها نحن هي توعيه الناس باهميه حقوق الاطفال. نعم. حقهم في التعليم، حق الغذاء، حق الحياه، لا تنهض الامه الا بنهضه اطفالها وشبابها 100%. وظيفتنا نحن نسلط الضوء على هاي القضايا من خلال تجارب محلية مهمة جدا، وكذلك كمان على هامش المسرح ومش يعني شيء أساسي أيضا أعمال الرواد، يعني أيضا أستاذ جلال الله يرحمه والأستاذ رباح صغير لهم أيضا أعمال في هذا المعرض، ويتخلى المعرض كما حكى أستاذي ندوة للحديث والنقاش بمواضيع الكاريكاتير وقضايا مهمة، وقضايا وطبعا اخذ اسئله من الجمهور لطرح هذه القضايا، لانه لولا الحوار ما بتشكل حاله. مزبوط فنان عمر. طيب فنان عماد، بدي اسالك السؤال، هل المشاركه محليه ولا في مشاركات من الخارج بالمهرجان؟ حاليا المشاركه اقتصرناها على زملائنا اعضاء رابطه رسامين الكاريكاتير، نعم، لكن يعني انت زي ما بيحكوا حطيت ايدك على الجرح، احنا هذا احنا طموحنا فعلا نطلع على نظرائنا، يعني فعلا تقام بعض المهرجانات وكذا، نعم. نتمنى احنا بالاردن نكون سباقين بهذا الشيء، وان شاء الله في مهرجان قادم يكون عندنا القدره انه نستضيف اشقائنا العرب ويشاركوا معنا. احنا حتى في نظام الاكتساب تبعنا في الرابطة رسامين الكاريكاتير، نعم، ما عندنا أي عائق بإمكان أي رسام عراقي أو سوري أو مصري إنه يشارك معنا بالمهرجان، لكن إمكانيتنا البسيطة وكذا اختصرناها على الموجودين حاليا بالأردن. نعم. يعني منذ تأسيس رابطة رسامي الكاريكاتير منذ 10 سنوات خلينا نقول، وفن الكاريكاتير ما بنقدر نقول إلا إنه عم بيشهد تطور ملحوظ. أكيد. عم نقدر نشوف أكيد. هذا الفن موجود في الصحف، موجود على الشاشات، موجود في مختلف وسائل الإعلام. خلينا نحكي كيف عم بتلاقوا، هذا السؤال لحضراتكم، كيف عم بتلاقوا تأثير فن الكاريكاتير على المجتمع؟ هل عم بيكون بهدفكم أو هل عم توصلوا للنتائج اللي بدكم إياها من خلال هذا الفن ومن خلال هاي الرسالة اللي تفضلت فيها؟ نعم. أستاذ عمر، بكل تأكيد أنا عملت قبل كم من سنة مسلسل معلم سحس، ومن وحي رسمات الكاريكاتير شخصيات كرتونية بالشارع بتقابل الناس من كافة يعني فئات الناس، كل بتفاعل، الكل بضحك، الكل رسائل بناقشها. نعم. حتى الجمالية الآن التكنولوجيا زي نعم. الفيسبوك أنه بيعطي مجال أنك تحاور القارئ مباشرة يدخل نعم. بحوار معك سواء نعم. سلبا أم إيجابا، نعم. وإمكانية كمان تشوف مدى انتشار هذا العمل بأرقام دعمك. في كمان نبض الشارع، نعم. لأنه المواقع التواصل الاجتماعي أعطت تمكين للمواطن يعبر عن رأيه، فإمكانك أنت تجد مصادر نوعا ما موثوقة لمعرفة نبض الشارع. نعم نعم. يعني نحن بنتمنى نستكمل حديثنا مع حضراتكم، لكن في عنا نشرة الأخبار الآن ننتقل لها. سعدنا جدا بوجودكم معنا، تعرفنا على كل التفاصيل المتعلقة بالمهرجان. هو يقام لمدة 5 أيام، بكرة الساعة 7 إن شاء الله بيكون نعم. الافتتاح، وبتشرفونا دعوة لكل الجمهور إن شاء الله. طبعا إنه طبعا يعني يجوا على المهرجان ويشاركونا. شكرا عماد حجاج وأستاذ عمر عبد الله، تعطيكم ألف عافية وكل التوفيق. شكرا. أما هلأ لنا بنروح لفاصل نشرة الأخبار، نعم، مع بعض رح نطلع هلأ على فاصل نشرة الأخبار.